بالنسبة للشارت الثامن يتكلم عن استخدام السيمبل بريزنت، ممتاز، السيمبل بريزنت للتعبير عن المستقبل. يعني أنت الآن عندك المضارع البسيط تبغى تستخدمه عشان تتكلم عن شيء بيصير في المستقبل، تتكلم عن شيء يصير في الفيوتشر تايم. حلو. طيب احنا نعرف في البداية انه والله يمديك تستخدم البريزنت بروجرسيف، ممتاز، البريزنت بروجرسيف عشان تعبر عن المستقبل، وبالتحديد البلانز اللي هي الخطط، ممتاز. فانت تقدر تستخدم السيمبل بريزنت ايضا تعبر عن المستقبل لكن بطريقة مختلفة، خلينا نتعلمها الان. طيب يقول لك تستخدم السيمبل بريزنت اذا كان عندك، اقدر اقول لك اياها بكلمات اللي هي مواعيد، يعني احداث او حدث ملتزم بوقت. يعني انت الحين والله الاجازه حقتك راح تبدا في الوقت الفلاني، حلو، تستخدم هنا سمبل بريزنت. والله الدراسه راح تخلص بعد اسبوعين، تستخدم اللي هي سمبل بريزنت. والله الطياره راح راح توصل في 7 المغرب مثلا، هنا تستخدم سمبل بريزنت. فراح تلاحظ انه في هنا مثلا جدوله، في جدول معين او في مواعيد، فضروري انك تلاحظ هذا الشيء عشان تعرف هل تستخدم السمبل بريزنت او السمبل بروجريسيف. تذكر ان السمبل بروجريسيف للخطط، لكن هذه تكون متبعه الى او مقيده بوقت او جدول اللي هو تايم تيبل، اللي هو مقيده بزمن، فضروري انك تلاحظ هذا الفرق في الجمله عشان نوضحها اكثر. يقول لك انه في بعض في السمبل بريزنت في بعض الكلمات غالبا هي اللي تجي، تجي في هذا الاستخدام اللي هو السمبل بريزنت للفيوتشر، زي كلمه ارايف، ليف، ستارت، بيجن، اند، فينيش، اوبن، كلوز، بي. لو تلاحظ انه هذه ارايف راح تكون مثلا غالبا تستخدم في الوقت، انه والله انا بوصل بالوقت الفلاني. ليف تستخدم ايضا بالوقت، راح تلاحظ انه والله ديني اقول my teacher leaves or always leaves at 7 o'clock. فأنت تعرف إنه والله إنه هو يخرج مقيدة بزمن. start the game starts at 7. هذه والله إنها مقيدة بزمن. start تبدأ. begin نفس الشيء. end نفس الشيء. end finish نفس الشيء بعد. فراح تلاحظ إنه دائما مقيدة بزمن، مقيدة للسكجول اللي هو الجدولة. وعشان نفهم أكثر راح نأخذ أمثلة زيادة. طيب يقول لك هنا مثال الأول: my plane arrives at 7:30 tomorrow evening. والله تعرف إنه الطيارة راح توصل في الوقت المحدد في الغد، في 7 في الليل بكرة. هنا لو تلاحظ إنه حدد لك وقت، ممتاز. طيب حط لك وقت انه هذا والله هذا محدد له انه يصير. يقول لك هنا الجمله الثانيه: تيمز نيو جوب ستارتس نيكست ويك. والله انه هذا يقول لك تيم عنده وظيفه جديده، الوظيفه الجديده هذه محدد لها انه او مجدوله او لها موعد انها تبدا في الاسبوع الجاي. شايف كيف نستخدم اللي هو سمبل بريزنت عشان نفهم زياده؟ نشوف مثال سي. يقول لك ذا سمستر اندز ان تو مور ويكس. والله يقول لك السمستر هذا او الترم الدراسي او الفصل الدراسي راح ينتهي في 2 جايه، معناته له بيكون له 2 ويخلص. راح تلاحظ بعد هنا انه في موعد له. يقول لك there is a meeting at 10 tomorrow morning. يقول لك والله there is اللي هو فعل بي ايضا نستخدمه هنا، a meeting at 10 tomorrow morning. ممتاز. هنا يقول لك والله انه في اجتماع في الساعه 10 غدا الصباح. راح تلاحظ في كل جمله قاعد يحدد لك وقت، يقول لك والله هذا هو الوقت اللي بيصير فيه، وايضا بمعنى الجمله انه كانه تعرف انه كان في موعد. ممتاز. زي ما قلنا هذا في الافعال ممكن تستخدمها. طيب الشيء الثاني من الشارت تكلم عنه انه مش كل الافعال تقدر تستخدمها بهذه القاعده. احنا قلنا انه في افعال زي ارايف، ليف، ستارت، فينيش، اوبن تستخدمها للسمبل بريزنت عشان تعبر عن المستقبل، لكن في افعال ما تقدر. ليش؟ لانها راح تخالف على قولتهم اللي هي القاعده. خلينا نقرا هنا التشارت. يقول لك most verbs cannot be used in simple present to express future time. زي ما قلنا احنا for example the verb wear does not experience an event or on a schedule or timetable. انت حين ما تقول انا بلبس، هل انت تسوي موعد؟ هل له موعد للبس؟
هل في موعد لللبس؟ لا، اللبس والله انت تخطط انك تلبسه، مو معناته انه والله انه هذا موعد انك تلبس، دائما تلبس بهذا الموعد، لا، ما بشي زي كذا. فلما تشوف هنا مثال، في المثال ايه يقول لك incorrect، الخطأ، I wear my new suit to the wedding next week. بس يقول لك هنا هذه خطأ، حلو، راح نقول ليش خطأ، لكن هنا شوف ابيك تشوف الصح. I'm going to wear my new suit to the wedding next week. طيب ايش الفرق بينها؟ المعنى اللي بيه هنا يبي على معنى انه والله واحد مخطط، انه عنده بلان، انه انا والله بلبس باذن الله في الزواج اللي هي بدلتي الجديدة، بلبسها في الزواج الاسبوع الجاي، بالرغم انه محدد وقته زي كذا، لكن مو معناته انه الفعل مقيد بجدول، انه والله هذا شخص مخطط. ممتاز. فما تقدر تقول I wear، لا غلط، لازم تقول بقولتهم عبارة تقدر تستخدمها للخطط، I'm wearing، I'm going to wear، وغيرها من العبارات. ممتاز. فعندك هذا اللي هو التدريب في الكتاب، مرة ممتاز لو انك تذاكرة، يعني ان عرفت تحله بشكل كويس ما اشوف بيكون عندك اي مشكلة في الشارت هذا، فكويس انك تحله للأمانة، لانه يجيب لك المثال ويحط لك تحته ايش الخيارات الصحيحة، يعني عندك ممكن انه يكون هذا الخيار، هذا الخيار صحيح، تمام، وانت كده تعرف اوكي هنا انا جاوبت صح. السؤال الثاني يقول لك والله هذا الخيار وهذا الخيار صحيح، هنا يقول لك والله هذا الخيار صحيح، فانا قاعد اقول لك انه لازم يعني تتعود على هذه الجمل عشان تعرف كيف تفرق بينها وبين القواعد الثانية. ان شاء الله تكون واضحة ويعطيكم العافية. طيب بالنسبة للشارت التاسع يتكلم عن immediate future، المستقبل القريب جدا، حلو، using، ركزنا معي using، ممتاز، be about to، be اللي هي يقصد فيها الفعل be اللي هي is or am، is or am وغيرها من الأفعال be، ممتاز، ويقول لك استخدم about to، لما تقول about to معناته انه هذا الشيء راح يصير يعني في ثواني او دقائق، هو شيء في المستقبل بس مو معناته انه بعيد، لا قريب جدا، يعني انت والله عندك موعد بيبدا بعد دقيقتين. My appointment is about to begin in 2 seconds مثلا، مو منطقيا 2 seconds بس تقول in 2 minutes، فين تستخدم about بالاستخدام الصحيح، حلو. طيب عشان توضح اكثر يقول لك والله العظيم في الشارت هذا يقول لك the idiom be about to do something expresses an activity will happen in immediate future، يقول لك انه راح تصير في الفيوتشر القريب، usually within minutes or seconds، يعني غالبا راح تكون في ثواني او دقائق، راح تبان يعني من الجمله، اذا فهمت الجمله بشكل ممتاز راح تشوف انه كهكه هذه يقصد فيها انه بعد شوي، كان يقول بعد شوي، حلو. طيب خلنا نبدا حبه حبه، نمسك كل مثال، عندك مثال اي يقول لك Anne's bags are packed، انه يقول لك والله الشنط ان يعني جاهزه مربوطه في بعض، and she is wearing her coat، انه هي قاعد لابسه اللي هي الكوت حقها او الجاكيت، she is about to leave for the airport، يقول لك والله هي جهزت اغراضها ولبست اللبس اللي هو الكوت حقها واللبس حقها، وهي يعني هي بعد شويه راح تطلع عشان تروح المطار، فراح تشوف انه قاعد يحط لك اشياء تبين لك انه في شيء قاعد بيصير بعد شوي، يقول لك في البداية والله انها جهزت اغراضها، انا بعد ما جهز اغراضي يمكن تقول انا البس الملابس حقي، بعد ما البس ملابس حقي انا ايش اسوي؟ اطلع برا البيت. فهمت علي؟ فان شاء الله تكون هذه الفكره واضحه. طيب روح مثال ثاني ممكن يكون اوضح بعد، يقول لك ش، شايفين يقول لك ايش يعني اسكت، the movie is about to begin، والله تتخيل انه هذولي اصلا في سينما ويقول لك والله the movie is about to begin، انه الفيلم ترى بعد شيء بيبدا، اسكت، يعني تلاحظ انه شيء مرة قريب بيصير، مش مرة بعيد، يعني مش مستقبل بمعنى مستقبل اللي هي شيء بعيد، لا شيء يصير بعد شوي، يقول لك the movie is about to begin، انه الفيلم بعد شوي بيبدأ. فبإذن الله راح يعني الفكرة راح تكون واضحة، ما راح تكون متعبة لكم بإذن الله، تعرف انه هذا يتطلب انه والله تعبير عن شيء بيصير في ثواني او دقائق، بتعرف كيف تحل اللي هي الجمل بالabout to. وشيء أخير عشان تلاحظه، أنه زي ما تعودنا بعد تو تكون اللي هو الفعل بي
الفورم الأول أو التصريف الأول، يعني ما يمديك تضيف عليها اس، ما يمديك عليها اي دي. أتوقع الجميع يعرف هذا الشيء. يعطيكم العافية.